عاملة إيه يا قطة يا مقطقطة؟ كويسة. طب الحمد لله والشكر لله. مبدئياً كده عشان نتفق ونبقى على نور، أنا مش ماما عشان تخافي منها وتكدبي عليها، ولا البوليس اللي هتقعدي بقى تقولي في كلام وتعيدي وتزيدي في كذب عشان نقفل المحاضر ونطرمخ عليها ونخبي الحقيقة. أنا بقى عمل الفلاسود المنيل اللي عرف إنك كنتي عند علي بأمارة النقاب. وأنتي؟ أيوه. الواد حكى لي على كل حاجة. أنت شفتي فين؟ ده ما بيردش عليا ومش عارفة أوصله. لا، رد عليا، رد عليا أنا وصلت له وقال لي وقلت له ويا عوازل فلفله. طب أنا في مصيبة وأنتي الوحيدة اللي عندك حل. طبعا ما انتي اكيد في مصيب، ما انا عارفه انك عامله، وانا هنا بقى عشان اعرفها. اشجيني. انا حامل. ميس انتي معايا؟ انا معاكي، انا معاكي، بس ما سمعتكيش كويس. معلش انت بتقولي ايه؟ انا حامل. حامل؟ حامل. يا الف نهار ابيض، يا الف نهار ابيض. مبروك يا حبيبتي، مبروك يا الف نهار ابيض. تصدقي فرحت لك، انت هتبقي ماما بنت. ويا ترى بقى اللي جاي في الطريق ده واد ولا بنت؟ جبتي بنت وما سميتيهاش صدفة، أنا هزعل منك قوي ومش هدخلك الفصل تاني. حامل 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 يا معفنة يا رخيصة. بصي لي هنا، حامل من مين؟ من الواد اللي أنت كنت هربانة معاه وما بيردش عليكي؟ والنبي بس ما تفضحنيش، والنبي ما تفضحنيش. ضحك إيه؟ ده أنت بطنك دي هتفضحك كمان كام شهر، هتعلى وهتبقى قد كده. أنا مش عارفة أعمل إيه ومش لاقية حد أتكلم معاه. ما لقيتيش غير؟ سبتي الدنيا كلها وجيتي لنا؟ طبعا. من البلاوي اصلها بتسيب الدنيا وتيجي لحد عندي، تيجي كده ترشق فيا. انا في مصيبه، اقفي جنبي والنبي، اقفي جنبي. وانا مين يقف جنبي؟ مين يقف جنبي؟ عامل لك انا ايه دلوقتي؟ عامل ايه؟ ليه يما؟ ليه يما جبتيني الدنيا وسبتيني؟ عشان اشوف الاشكال المعفنه دي، الاشكال الواطيه بتجيب العار لأهاليها. هانت عليكي نفسك؟ طب بلاش نفسك، هانت عليك أمك؟ ما فكرتيش كده في حد خالص؟ ما فكرتيش في أهلك، في عيلتك، في لمتك، في زمايلك لما يعرفوا المصيبة اللي انت فيها؟ بصي هنا، ما فكرتيش في ربنا؟ أنا ما عملتش حاجة حرام، أنا متجوزاه. متجوزاه، ويا ترى بقى متجوزاه برضك عند مازون في السيدة زينب وانت مش بوعيك؟ مازون ايه؟ لا، انا متجوزة عرف. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.